بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أنا باسم فتحي و بسجل لكم من البلكونة. وبمناسبة البلكونة والشاشة كده موجهة للسماء، التسجيل ده عن الأحلام، إزاي الواحد يحلم. هو عموما كلنا طبعا بنحلم، مفيش حاجة يعني إزاي الواحد يحلم. طبعا إحنا كلنا جماعة بنحلم، وأحيانا الأحلام بتاعتنا بتتحول إلى كونها أحلام فقط، يعني بتبقى عبارة عن شيء أنا بفكر فيه كل يوم، لدرجة إن أنا بفكر فيه بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة كمان، ولكن لازم أوصله. في طبعا ناس بتتجه إلى الطرق الغير مشروعة، طبعا زي ما بنشوف مثلا ناس استولت على بنك ولا بتاع الحاجات بتاعت الأفلام دي، ولا دلوقتي حتى زي مسألة الاستيلاء على الأراضي وبناء العقارات والحاجات دي موجودة دي دلوقتي قدامنا، إن واحد مثلا يستولي على، أصل في حمام تحت هنا، واحد يستولي على أرض معينة ويبدأ ان هو يبنيها، ويجي له ناس بقى يقفوا عند الارض دي وياخدوا منه فلوس، ولو ما ادوهمش فلوس هيضربوه بتاع الحاجات الكتير اللي بتتعمل دي. فدي طرق غير مشروعه طبعا علشان الانسان يوصل، او الانسان ده يعني يوصل للحلم بتاعه. ولكن طبعا احنا بنفترض له كل النية الايجابيه. انتوا عارفين التنميه البشريه كل الناس حلوه، مفيش اي انسان على وجه الارض وحش طبعا، ده حقيقي يعني، هي بتفترض كده ومش سخرية. طيب، وفي بعض الأشخاص اللي هم بيبقوا عايزين يوصلوا لأحلامهم بطرق مشروعة طبيعي، والأشخاص دول لما بيفشلوا بيحبطوا. فنيجي نقول لهم يا جماعة جربوا تاني، يا جماعة جربوا تاني، يا جماعة جربوا تاني. أيوة كويس. طيب، وانا حاطط نفسي دلوقتي يعني في وضع الـ الانسان العادي الطبيعي الابسط من البساطة. هو احنا هنقعد نجرب؟ هو مفيش بيئة؟ هو مفيش عوامل مثلا؟ هو مفيش حكومة؟ هو مفيش بلد عاملة تعقيدات روتينية؟ هو مفيش واسطة؟ هو مفيش محسوبية؟ هو مفيش كل ده؟ يعني في فاذا كل العوامل دي كلها ما ينفعش ان احنا نلغيها ونقعد ورا ودن الناس جرب 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 جرب. ما ينفعش ما ينفعش. اذا يبقى يعني يا اما احنا بنضحك عليهم، يا اما بقى هم عايز يضحك عليهم. يعني في مساله كده مش مظبوطه الصراحه. الكلام ده او المناهج دي او التقليد اللي احنا بنقلده اللي هو الاعمى تماما، ان انت مثلا تلاقي واحد بره عمال يحفز الناس اتحركوا اتحركوا، طب دول بره بتحايلوا عليهم يشتغلوا، بره نفسهم حد يعمل فيهم حاجه، بره نفسهم ميسر لهم كل شيء، بره بيقولوا لهم اشتغلوا واعملوا بدل ما انتوا قاعدين بيبيعوا مخدرات ولا بياخدوا معاناه من الحكومه ولا بتاع. فماشي، لكن احنا عندنا عمالين نحفز يعني، وانت قافل يعني عامل كده زي اللي بيسوي اكله ومعلي عليها النار قوي ومغطيها بغطا مش مخليها تطلع، مش مدي نفسه فرصه ان الاكله دي حتى يشوفها استوت ولا لا. فإذا الأحلام، نرجع تاني لمرجوعنا، الأحلام اللي احنا بنحلمها طبعا الله عز وجل يحقق لنا كلنا أحلامنا بالجهد بتاعنا، ويجعل كده جهدنا كله جميل وفي خير. إنما اوعى تعتقد واوعى تفتكر ان انت السبب في عدم تحقيق حلمك، انت جزء من السبب، او هنقدر نقول 1% او اقل من كده، ولكن في عوامل. مش هنقدر نضحك على بعض، مش هنقدر نقعد نقول لا انت المسؤول الوحيد عن فشلك. يعني مثلا هات لي واحد الراجل ده جايب تقدير في كليته، وفي واحد جايب تقدير اقل منه، ده يتعين مثلا في الجامعه وده لا، ايه هو السبب في فشله يعني ايه التسبب في هذا الفشل؟ مفيش. هات لي حد عنده مثلا عايز يفتح مشروع معين، وكل ما يجي يعمله يلاقي تعقيدات من الحكومه، ايه السبب في الفشل؟ لو جينا احنا كمجموعه
من الناس اللي بتحفز او اللي بتتكلم او مدربين التنمية البشرية اللي بيتكلموا، وقعدوا يقولوا للناس انت السبب في فشلك، انت سافة، انت بتحمله ذنب اكتر من ذنبه. ما هو الراجل اكيد راح وجا وعمل، اللي فعلا اللي شايف نفسه ان هو السبب الوحيد في فشله هيحس بده، هيحس بده، هيبقى عارف ان هو انسان ما اتحركش ولا راح ولا جا وبتاع. فلما تيجي تقول له انت السبب الوحيد في فشلك هو هيحس بده. ولكن في بلدنا هنا، هل الشباب، هل احنا، هل اللي بيفتحوا مشاريع، هل خريجين الجامعات، هل اللي بيدرسوا، هل حاملين الماجستير والدكتوراه، هل كل دول ما وصلوش لأحلامهم هم السبب في فشلهم؟ ما اعتقدش ابدا ابدا ابدا. فطبعا في مسألة الأحلام، لو ما وصلتش لحلمك كن صريح بينك وبين نفسك، كن صريح، كن صريح، كن صريح بينك وبين نفسك. هل أنت ينطبق عليك كلمة أنت السبب الوحيد في فشلك، ولا قابلتك عوامل من البيئة الخارجية؟ هنا نحط نقطة ونبدأ نتكلم بعد كده عن الحلم إزاي يترجم بقى الأهداف، وإزاي نحقق الأهداف والكلام ده كله، في حالة أنك أنت السبب الوحيد لفشلك. لكن لو في عوامل فطبعا هنقول، يعني طبعا مش عارف، لو في عوامل او في تعقيدات انا مش عارف اقول ايه الصراحه. انا بس كل اللي اقدر اقوله اللي لو انت شايف ان انت السبب الوحيد في فشلك، فنقدر ساعتها نحط خطه، تقدر تعرف من مصادر كتير ازاي تحط خطه، وازاي تحقق اهدافك، وازاي تعمل اجراءات، وازاي تكرر مره واثنين وثلاثه لو انت ما بتتحركش اساسا. لكن لو انت اتحركت، عملت اللي عليك مره واثنين وثلاثه، البلد معقدة الدنيا وقفل عليك الدنيا وقفل عليك المصادر وبتاع، يعني عيش بقى، يعني اعمل اللي تعمله، تحقق بقى بطريقة مشروعة غير مشروعة، تقعد خالص تدعي ربنا، تنزل تتخانق، ساعتها يعني افعل ما شئت، افعل ما شئت. شكرا جدا ليكم. التسجيل ده انا بسجله فعلا علشان السؤال ده جالي كتير جدا 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 جدا. طب ما انا بعمل والبلد واقف، وجميع الاجوبه، يعني كل الاجوبه اللي اعرفها واللي قريتها واللي سمعتها على الانترنت واللي سمعتها من الدكاتره جاوبتها على الناس. اللي تقول له خطط يقول له خططت، اللي تقول له حس بالهدف بعد كده هينجذب اليك يقول لك حسيت، اللي تقول له الجذب والمش عارف ايه يقول لك عملت، اللي تقول له نام وتخيل واحلم يقول لك عملت. فجميع الاجوبه، جميع الاجوبه جاوبناها. وبرده في اشخاص البلد فعلا او العوامل اللي حطاها او الاسس ونظم اللي حطاها البلد هي اللي معقداها، ومش كل الناس مضطره ان هي تسمع. في ناس ما بتحبش محاضرات التنميه البشريه وهم حرين، مش كل الناس مضطره تامن وتقتنع بالتنميه البشريه عشان تنجح. في حد مش حابب يسمع الكلام وحر، فمش كل حد هيبقى مضطر يسمع ده عشان يقعد حب يعمل كده ويقول لك اه والله في حق. طب احنا الوقت اللي سرقناه ده ما هو اولى بيه. فعشان كده بنقول ان فعلا 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 لازم نعرف هل احنا من نوع الناس، هل احنا من الناس اللي احنا السبب الوحيد في فشلنا هو احنا، ولا مجموعه العوامل الخارجيه، قبل ما نحكم على نفسنا ان احنا فشله وخلاص. شكرا جدا ليكم، اتمنى من كل قلبي يكون التسجيل ده عجب حضراتكم. باسم فتحي.